كانت مباراة قوية، مباراة رتمها عالي، فريق الرجاء فريق كبير بيضغط على حامل الكرة بشكل كبير، عنده قوة هجومية، احنا قدرنا نسكر مساحات الملعب، قدرنا نضيع عليهم الملعب وقدرنا نسوي عليهم هجمات مرتدة كتير كتير كويسة. ركلة جزاء ما كانتش بالحسبان، نتيجة 1-0 أنا بالنسبة لي مش نتيجة خسارة، كوني بلعب في ملعب الرجاء وبين جمهوره، إن شاء الله ستكون في مباراة العودة لنا كلمة. شفنا خطة دفاعية محكمة يعني على الأوفسايد وعلى نظام يعني دفاعي جيد جدا، هل هذا يعني الشغل اللي تستغلوه كل يوم مع هلال؟ انت كل مباراة بدك تبقى عارف شو الفريق الخصم بدك تلعب معه، شو قوته شو ضعفه. في مباراة زي مباراة الرجاء طبعا بدك تلعب معه في حق في خطة دفاعية محكمة وتسكر عليه كل المنافذ وتعمل فريق دفاعي خطة منظمة لأحكام التسلل وعدم فتح المساحات، لأنه لو أنا قدرت اليوم فتحت المساحات بشكل كتير كبير كان النتيجة كانت 4. توقع أخير للمباراة الإياب؟ ولا حدا بيقدر يتوقع، لا أنا ولا مدربهم، كل مباراة لها ظروفها، إن شاء الله أنه نقدر نفوز، ما قدرنا نفوز بالنهاية، إحنا مش خسرانين كون نلعب مع الفريق.